عندما نقول هندسة التغيير، هذا يعني أننا نعني أن التغيير هي عملية علمية تتم وفقا لخطوات علمية ومدروسة. فللتغيير 4 مرتكزات. المرتكز الأول أن يكون هناك شخص قدوة ومثل أعلى يكون ملهما للجماهير، كما هو حال نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا. المرتكز الثاني أن يكون هنالك برنامج علمي تنموي واقعي يرتبط مباشرة بقضايا الجماهير الملحة والمعاصرة من تعليم وصحة وحياة كريمة وآمنة. المرتكز الثالث أن تكون هناك أجهزة إعلام صادقة وحقيقية تستطيع توصيل هذا البرنامج إلى كافة المواطنين في الدولة القطرية. المرتكز الرابع وهو مكمل للمرتكز الثالث هو أن تكون هناك جماهير فعلا واعية بهذه العملية. العصر سمته الآن هي الديمقراطية، والديمقراطية إرث حضاري منذ آلاف السنين وليست منا من الدول الغربية على دول العالم الثالث. ولكن حتى تأتي هذه الديمقراطية الجميلة والمستحيلة لابد أن تتوفر الدولة المدنية، والدولة المدنية قائمة على الفرد والفردانية الخلاقة. ولذلك لا تصلح أبدا إعادة إنتاج الأيديولوجيات والنظم الوصائية القديمة في المنطقة.